فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لذا سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لذا سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لذا سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لذا سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لذا سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لذا سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لذا سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها،
فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لدى سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لدى سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، فدونك بينها ولا تعصيا أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لدى سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقصه عليها فزت بالكاعب البكري. وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر، فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر.